الغريب في اللي انا هقوله دلوقتي مش موضوع الفقر، الغريب مين المؤيد ومين المعارض. فاحنا نرحب بيهم الاول وبعدين نقول موضوع الفقر، ان انا يعني انا مش فاهم الحلقه دي تقريبا هطلع منها على القيود لان انا كل الفقرات مهراني. طيب استاذه مروه سالم حضرتك منورانا النهارده، واستاذه مروه سالم استشاري علاقات اسريه، استاذ هيثم بسام حضرتك منورانا النهارده، واستاذ هيثم محامي بالنقد. ايه يا جماعه موضوع الحلقه؟ موضوع الحلقه هل ينفع الاخ يكون رقيب على اخته؟ راجل بتعملي ايه ورايحه فين وجايه منين ويعمل لها تعمل لها الحاجه بكده وانا في شده شديد وفي القوه قوي؟ احنا مش عارفين ايه الطبيعي. الطبيعي اللي بالعقل والمنطق ان استاذه مروه تكون المؤيده واستاذ هيثم يكون المعارض. الا قالوا لي لا. قالوا لي لا، قالوا لي لا، ده استاذه مروه هي اللي مؤيده. ايوه اخوها هو اللي يشكمها ويحكمها، واستاذ هيثم هو اللي لا، شايف انه لا مش في حاجه مش منطقيه. هنسمع ارائهم وبعدين ندخلكم على التليفونات، نفتح صفحتنا على هي وبس اللي على الفيسبوك. ليديز فيرست نسمع طبعا الست بس بتقول ايه. يلا خش حبيبتي رضوى الشربيني، سعيده ان انا معاكي جدا جدا، وكل مواضيعك مهمه للمجتمع المصري وهذا المنبر لا يستهان به. كتر الف خير حبيبتي. الاخ خلينا نتكلم في الاول ان الاخ قيمه انسانيه لا يستهان بها. صحيح. من اسمى العلاقات الانسانيه. هنتكلم عن الرقابه فيما معناها. ايه هي الرقابه؟ يا اما رقابه ادبيه بمعنى اني بحب وبخاف وبحتوي وبراقب عشان ما يحصلش كارثة، أم رقابة تسلطية. تسلطية هنا التسلط بيحتاج تغذية، تيجي التغذية من النشأة الأولية من الأب من الأم. هنا الأخ بيحتاج علاج ووقفة، ولكن لو بتحبيني وبتراقبني عشان بتخاف عليا، عشان أنا حتة منك وإنت حتة مني، هنا أنا مجبرة أحترمك، مجبرة بالمجتمع بتوصيات الدين. مش هكلم بالمنطق الديني، ولكن خليني أتكلم بالمجتمع بيفرضه علينا. المجتمع فيه كتير دواخل علينا، صح؟ كلنا متفقين في ده. فمش هينفع إن احنا كمان نشتت الأسرة داخلياً وأقول للأخ لا أنت ما لكش كلمة عليا أو ما تراقبنيش، أحترم خصوصياتك أحافظ عليكي عشان أنت بنت أمي وأبويا. الدور بيجي من الأم ومن الأب، كلنا عندنا أخوات كلنا بنحترمهم، ولكن هتتعدى على خصوصيتي اللي هتكبتني قوي، هعرف اتعامل مع مشاكلك النفسيه، لان هنا انت عندك امراض نفسيه محتاجين نتعامل معاها. لان خلي بالك ان كمان سيكولوجيه وفسيولوجيه الرجل والمراه فيها حاجات بتتفرض علينا داخليا بالجينات وبالبيئه وبالرجوله والقوامه كمان. فانا لازم اقدر الاخ واقدر الراجل واحترم كل رغباته وكل ايوه. التقدير التقدير هنا ايه علاقه ان اخي يراقب اخته؟ التقدير هنا ايه علاقته؟ احاسيسه. الله الله، راجل الله. راجل جواك احاسيس، جواك مشاعر، جواك رجوله. معلش جواك رجوله عايز تمارسها. عايز تمارس هذه الرجوله. لا لا لا، هو مبدئيا بس اولا احنا بنرفض كلمه رقابه. احنا قلنا رقابه نوعين. لا لا لا، يا هو رقابه ادبيه يا استاذه مروه. انا مع رقابه الادبيه. احنا بنرفض كلمه رقابه. اخ رقيب على اخته، احنا يعني كلمه رقابه بتنتقص من حريه البنت. كلمه رقابه نرفضها تماما. احنا اللي حاطينها. فخلينا متفقين بس يا استاذه مروه والاستاذه رضوى، كلمه رقابه هي انتقاص من حريه البنت. اللي بيوصل الولد ان هو يبقى مسيطر ويبقى سليط على اخته. تربيه والنشأة من الاب والام بالظبط. ده مبدئيا سيكولوجيا او الطبيعي. اول ما الولد بيبلغ سن المراهقه تمام، بيفرض شخصيته. اول حاجه بيفرضها على الطرف الضعيف في البيت. مين الطرف الضعيف في البيت؟ البنت. البنت تمام. لا اما بقى الاب والام هينموا عنده الحته دي، الرغبه دي، يعني فرملوه له الغرور، ودي اسمها الحياديه السلبيه اللي هي التفريق ما بين الولد والبنت تمام. او الطريق الثاني، لا اما الولد يكون معدوم الشخصيه. يعني انا اسف في الكلمه، يكون في البيت مع مراته او مع صاحبته او مع خطيبته، بياخد على دماغه فيسد النقص بتاعه ده مع مين؟ اخته. مع اخته. فكون ان احنا نقول رقابه من الاخ على اخته ده مرفوض تماما، ده انتقاص من الحريه. نجيب مين ياخد باله منها؟ لا لا لا، معلش يا استاذ، ما هي تاخد بالها من نفسها. لا، احنا في مجتمع ما تقدريش تاخدي بالك من نفسك فيه.
ايه ليه والله ليه 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 صدقيني يا حبيبي. لا معلش الاخ ملوش قوام. ثانيه واحده يا استاذه مروه بس رؤي معايا بس رؤي الاخ ملوش الاخ ملوش قوامه على اخته. له قوامه القوامه للاب لا 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 قلت لك في الاول انت بتراقبني مش ملوش عشان خايف عليا يا ست الكل ولا حق ان هو يبقى ضاهر. ده بقى يا استاذه رضوى ده اللي بيدمي اللي بينمي الاشكاليات كلها اللي بتحصل في المجتمع. نلاقي اخ يتسلط ويسيطر على اخته علشان الميراث برضه. نلاقي اخ بيتسلط على اخته بسبب نقص في شخصيته. نلاقي اخ بيتسلط على اخته لاسباب لا علاقته. ما هو فيها. مش عادي. طب اقول لحضرتك على حاجه على النقيض يعني على النقيض على النقيض لو الاخت دي الكبيره والاخ الصغير لو الاخت دي الكبيره هل من حق الاخت تفرق قوامتها بقى نقول قوامتها على الولد بما ان هي اخته الكبيره وليها الاحترام لان احنا نحترم الكبير. وعايز بقى اجابه من حضرتك كمان ان هو لو اتنين بنات صدقني البنات بيخافوا على بعض. انا سالت حضرتك سؤال مباشر ايه هو سالت حضرتك سؤال مباشر لو الاخت هي الكبيره او ولد وبنت توام تمام من حق البنت تفرض سيطرتها على الولد وضعي انا لا اخويا الصغير اللي يفرض سيطرته عليا. اخوك الصغير وشخصيه حضرتك فين بقى؟ شخصيتي موجوده ولكن في لازم اديله حقه. لا يبقى انت كده شخصيتك انا اسف منعدمه. لا لا انا احترم الرجل. لا 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 احترم الرجل وعارفه ان هو مخلوق بجينات ومخلوق ب في قوانين انتوا بتتخلقوا كده. حضرتك انا مستغرباه ان يكون يعني معلش انا عندي ولدين. دكتوره في العلاقات الاسريه مش دكتوره انا خبيره لان خبيره علاقات اسريه استشاري علاقات اسريه. المفترض بقى اللي احنا بنقوله في المجتمع الشرقي بتاعنا المتعود على تنميه او تنميه الناحيه الذكوريه وسيطره الذكر على الانثى ودي طبعا من اساسيات اللي احنا لازم نفرضها وده دوركم انتم مش دورنا احنا. طبعا احنا بنقابل قضايا كتير جدا من اعتداءات بتوصل لحد الضرب والعاهات المستديمه من الاخ لاخته. طبعا بيحصل طبعا يا استاذ رضوى بيحصل كتير يا استاذه كان في لسه قضيه من سنه الولد بدون ذكر اسماء وبدون خوض في تفاصيل القضيه صور اخته بشكل غير مظبوط ما صحيح شفنا ده يبقى بسبب ان الساده الخبراء المفروض ينموا سلوكيات الاخوات ان هم بدل ما نقول سيطر نقول له خاف خلي بالك عليه خلي بالك حبني خاف عليا راقبني انا عايزاك تراقبني. يبقى احنا ننمي ايه بقى ننمي سلوك مين ننمي سلوك ايوه ياخد باله مني حاجه ويراقبك لازم لو حاجه وجع عليك عايز زوجك يراقبك ولا عايز ياخد باله منك ماشي ورايا يراقبني في الشارع ولا بيركز معايا خوفا عليا على شرفه وعلى عرضه انا اعرف اركز على شرفي وعرضي. وخلي بالك كمان يعني انا عندي عقل وربنا رقيب عليا قبل ما يركز على مراته يا استاذ ما يركزش على اخته يركز على مراته هو المفروض انه يمشي في الشارع يراقب مراته او يشوف مراته اكيد لا نتكلم في مضمون العلاقه دي. المراقبه هنا احنا قلنا نوعين كلمه مراقبه بعد اذنك يا استاذه حطينا المصطلح بص اقول لحضرتك على حاجه احنا خلينا بس نشيل كلمه رقابه دي علشان الناس ما تفهمهاش غلط. احنا ممكن نقول الاهتمام الرقابه دي ان انا امسك تليفونها اقول لحضرتك على حاجه انا عايش في دبي بقالي 18 سنه الراجل لو مسك تليفون مراته من غير اذنها ومراته راحت بلغت فيه ده بيعتبر انتهاك لحريتها الشخصيه. دبي فيها قوانين كتير لا يا فندم القانون بيفترض على الكل. المراه هناك ليها وضع غير نحن والقانون ده المفروض متواجد عندنا ما هي دبي مجتمع شرقي وهنا مجتمع شرقي تمام يعني حضرتك شايفه مثلا انه زي ما استاذ هاشم قال هل ينفع الاخ يمسك تليفون اخته يفتش فيه لا مش من حق التليفون ويفتش في حاجات معينه لا انما يعرف لو ولا يفتش في حاجه لو انا اخويا شاك ده انتهاك لحريتها الشخصيه يدور يفتح التليفون لا ده انتهاك لحريتها رجلي رجلي اخويا انا عرضه مين عرض الراجل وشرفه يا اما امه يا اما يا استاذه ما تدخل يا استاذه احنا بنتكلم في شارع بلاش نخش في حاره احنا لا بنتكلم هي كلها في انتهاك الحريه الشخصيه ما ينتهك انا عايز اخويا ينتهك حريتي لا ده يبقى لا بعد اذنك يبقى احنا كده يبقى احنا كده بنعمل ايه لا لا. السياده الخبراء بيبخوا السم في ودان الناس لا يبقى انا ما ينفعش اقول لا هي رايها ويحترم رايها طبعا رايها يحترم بس ما ينفعش نعممه يا استاذه احنا كده كمان مش بنعمم لكن احنا بنسمع بعض صحيح احنا كمان هندخل التليفونات عشان نشوف الناس هل مع فكره انه الاخ رقيب عتيد على اخته يراقبها ويفتح تليفوناتها وكذا ولا يبقى سند وظهر لما هي تبقى محتاجاه
في حاجه، في مشوار، في راي، في مشوره، تقعد تتكلم معاه اخويا حبيبي انا فلان الفلاني بيحبني وعايز يتقدم لي، ولا هو اللي يدخل ويبحث ويدور ويشوف ويشوف اخته بتعمل ايه ويفتح تليفوناتها يكلم صاحبتها؟ من حقه يكلم صاحبتها يصاحبها، ما يصاحبها يا استاذ، كلهم اصحاب فعلا. بدل ما يبقى رفيق، ما هو اقول لحضرتك على حاجه، طول ما هو الود والالفه هنعترف بيها، لكن فكره انه انا من حقي اختي اكسر لها رقبتها لو بتعمل حاجه غلط، لا 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 مرفوض تماما لكل البنات اكسر رقبه اختي، لا اخاف عليها وابقى انا فاهم عنها وافهمها واحافظ عليها. يعني من حقي اتدخل في لبسها؟ طبعا. ليه؟ طبعا. ليه؟ عشان في مجتمع بيهاجم. اقول لحضرتك على حاجه، انا على فكره اقول لحضرتك على حاجه، انا بتكلم من منطلق، تعرف انا عندي انا عندي بنت وولدين، ربنا يبارك فيك، وعمر ما هسمح من الولد، وهي اصغر واحده، عمر ما هسمح لولد من اولاد ان هو يتدخل في حياه طيب اخته، بعد عمر حتى طوال، بعد عمر طويل، لو بعد عمر طوال. ليه بقى؟ اول حاجه بنوصيها لاولادنا بنقول خلي بالك من اختك، خلي بالك من اخوك. ايوه، خلي بالك من اختك، الكلمه دي كلها بنسمعها من ماما، خلي بالك من اختك، خلي بالك من اختك، انشئ ما بينهم علاقه المحبه. ما هي لو جت المحبه مش هيجي المراقبه من الاول، ما خليش اخ يقعد مع اخته يمسك تليفونها يفتش فيه، ايه ده اللي انت لابساه ده؟ بلاش الاسلوب بقى، ما هو ده اللي رسالتنا للناس. دي رسالتنا للناس. عندي حمزه 7 سنين، براء 6 سنين، جويريه 3 سنين، ربنا يخليهم، وهي الراجل بتاعهم. طب لما دول يكبروا يبقوا في سن 18 17 كذا، ليهم الحريه الكامله. طب وفكره قوم اعمل، قوم يعمل لي اخوكي الشاي، قوم يعمل لي اخوكي، لا الموضوع ده انا قافله تماما. طيب قوم اعملي لاخوكي الشاي. ما اقدرش اخويا يعمل حاجه وانا قاعده مكاني زي لا بلش. قوم اعملي لاخوكي الشاي من باب المحبه، ماشي. ما اتخلقتش في بيت اهلي على كده، يعني في حب. يعني حضرتك حضرتك النهارده متزوجه؟ منفصله. طيب حضرتك مخلفه؟ قصدي عندي يوسف. ما شاء الله ربنا يخليه لك. طيب لو كان يوسف واخته، خلاص لو كنت خلفتي 2، كنت هتقولي للبنت قومي وضبي اوضه اخوكي، قومي اعملي لاخوكي الغدا؟ بربي بنت اخويا مع ابني في بيت العيله، ها بقول له دي اختك في المدرسه انت. لا فانا مروه جاوبيني، قولي لي عندك ولد وبنت، هتقولي لبنتك قومي نظفي اوضه اخوكي، قومي اعملي لاخوكي الغدا، ما يقومش يحضر نفسه؟ وبعمل كده حاليا. ده من باب الامر ومن باب المحبه؟ لا من باب الحب، عشان لما انا ما بقاش موجوده في الارض واكون عند ربنا. طيب فرضا مطمنه ان انا فرضاً عندي بعد عمر طويل وحضرتك رحت عند ربنا، فرضا بعد عمر طويل وحضرتك رحت عند ربنا، ويوسف اتعود بقى لان اخته اللي انت بتعتبرها ان تربيهم زي اخوات، اتعود ان اخته على طول تقوم تجيب له الموبايل، اخته تجيب له الشاي. لا مش للدرجه دي معلش، ما هو ما تعممش في كلامي، ما تاخدش من الشاي والغدا، لا شاي وغدا والجو ده مش بالامر يا استاذ. ثانيه واحده يا استاذ مروه، لو رفضت اخته بقى في مره من المرات ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، انا بشوف قدام عيني، ممكن تعملي كذا، لا مش عايزه دلوقتي خلاص بتتم. ما هو ده ما احنا اتكلمنا الاول على النشأة، دور الاب دور الام، ما تسلبوش كل بنت وكل ولد دوره، كل انا ليا دور وهو له دور، ما هو مش ده دور، بنكمل بعض. ما مين اللي قال ان ده دور؟ ناخد دور مين يا رضوى؟ طب تعالي نسمع، دور مين؟ تعالي نسمع الناس، تعالي نسمع الناس. اوكي معايا مهتاب. يا مهتاب. ايوه مساء الخير يا ماهي. مساء النور، ازيك يا حبيبتي؟ كله تمام. قولي لي انت مع ايه؟ اكيد ضد مراقبه الاهل او اخ لاخته، لان ده بيخلق عدم ثقه ما بينهم اصلا. ازاي يخلق عدم ثقه؟ ايه علاقه العدم، ايه علاقه الثقه يا مهتاب بالحكايه؟ لان على طول هتحس ان هي مراقبه، هتبقى عايزه تعمل اي حاجه غلط بره البيت لمجرد حاسه ان هي متراقبه في البيت. كضغط نفسي يعني، فكره ان البنت بتحس انها مراقبه، ده بيولد عليها عندها قصدك ضغط نفسي، فبالتالي ممكن تعمل حاجه غلط من ضغط اخوها أكيد عليها. اكيد. شكرا يا مهتاب، الف شكر ليكي. معايا دنيا. يا دنيا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دنيا. الو راينا ايه؟ اهلا بحضرتك، اولا انا بحب حضرتك جدا جدا يا استاذه رضوى. ربنا يسعد قلبك يا دودو، وبجد انا بستفيد منك حاجات كتير جدا. ربنا يخليكم ليا كلكم يا دودو، مصر كلها بتحبك وبتشربيني اصلا يعني. قولي لي ها. اولا انا مع الدكتوره. مع الدكتوره تمام. حلو حبيبتي. لان دلوقتي احنا بقينا في مجتمع معلش مش كويس. طيب في مجتمع مش كويس، وكلهم بينظروا للبنت بطريقه مش كويسه، اصل هي لابسه مش عارفه ايه. ما نقدرش نعمم يا دنيا، بلاش نعمم. صحيح. هنقول بعض من الناس. بعض الناس. طيب بعض الناس
ليه ما يكونش البنت عندها بابا وماما يراقبوها؟ اخوها مثلا ليه حق ان هو يراقبها؟ ليه افرض مثلا هي البنت مش واخده بالها من تصرف هي عملته، من حاجه هي عملتها، بس الولد بيشوف اكتر من البنت، الولد بيخرج. مين اللي قال ان الولد بيشوف اكتر من البنت؟ هو عامه يعني انا بصي في المجتمع اللي او في اسرتي عامه بحاول الاقي ان مثلا الولد، عشان انا عندي اخ، يعني مثلا انا اخويا انا اكبر منه. حلو. انا اكبر منه، بابا مش بيفرق بينا بس في حدود. موافقه على الحدود، لكن مين اللي قال ان الولد بيعرف اكتر من البنت؟ بيعرف اكتر، يعني مثلا اخويا بيشتغل دلوقتي مع انه سنه صغير. حلو. من الاعداد. حلو. بيشوف حاجات مثلا انا ما بشوفهاش، يعني مثلا بيشوف مثلا يبقى اخوكي بيعرف اكتر منك عشان فرق الخبرات الحياتيه، مش عشان هو راجل وانت بنت. ايوه. بس لكن طب هنفترض بقى ان انتوا بنتين. واختك بتشتغل. تمام. هتبقى اختك عارفه عنك. تمام. واحنا اللي هنبقى يبقى اللي انا بعمله في الدنيا ملوش علاقه بنوعي. تمام. يبقى اخوكي عارف عنك عشان هو عنده خبره في مجال العمل. صح. صح. يبقى ملوش علاقه بالولد والبنت. صح. ليه علاقه انا بعمل ايه في الدنيا. تمام. يعني انا النهارده ست عندها 42 سنه. تمام. بعمل بقالي كتير قوي، اكتر من 20 سنه خبره. النهارده في راجل عنده 42 سنه بيعمل بقاله 5 سنين، مين فينا اللي عنده خبره اكتر في الدنيا؟ انت طبعا. وانا واحده ست. صح كده. يبقى صلي على النبي. صباح الفل يا دول. اللي بعديه حبيبتي. اللي بعديه. ها، ما هي الخبره وهو سنه ايه؟ ما هي الخبره وهو جوه البيت، ما هو الاطفال برضو بيمارسوا السيطره. يبقى مع بعض. يبقى هنا بقى الاسره اختارت ان الولد يشتغل والبنت لا. لا، ملوش علاقه بالاخ والاخت. ناخد نادين سريعا. ناخد نادين. هاي نادين. نادين حبيبي. نادين. مفيش نادين. نادين وقت خلص. طيب نادين سامعاني؟ طب انا بعتذر جدا لنادين، وبعتذر جدا لكل التليفونات اللي هم قالوا ان هي موجوده معايا، بعتذر كمان لضيوفنا لانه احنا وقتنا خلص والفقره خلصت. الاخوات ممكن نعمل جزء تاني؟ انا ما عنديش مشكله. ممكن نعمل يا استاذ عايز. بس عايزه اقول كلمه يا رضوى قبل ما تختمي. اتفضل سريعا. الاعوجاج ملوش علاج. هي قالت لو انا بره البيت هعمل اللي انا عايزاه عشان في البيت حاكمني ومفيش ثقه وكذا. لا، احنا مش عايزين كده. انت بره البيت زي جوه البيت، والاخ يحترم ونحترم النشأة بتاعته والجينات. لا، احنا قلنا بعيدا عن الاحترام. بعدين لا، قلنا نحترم الاخ. احنا رافضين الرجاله غير. بصي، خلاصه الامور، خلاصه الامور لحد ما نتقابل الجزء الثاني. طب خلينا نشأة كمان عشان نخلص. طيب تمام. هيقول الاستاذه مروه سالم، استاذ هيثم بسام، نورتونا النهارده يا جماعه والله. وموضوع شيق جدا، هنعمله جزء ثاني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. مشاهداتي يا عزيزاتي وبناتي الحبيبات، خلصت فقرتنا، خلصت معاهم حلقتنا. لو لينا عمر ان شاء الله اشوفكم بكره حلقه جديده الساعه 6 من هي وبس.